طيب، زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في أول حلقتنا، كنا بنتكلم عن مناشدة وزارة الصحة للمواطنين بعدم التكاسل في الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وهي الجرعة التنشيطية أو التعزيزية. خلونا نعرف كل التفاصيل عن هذه الجرعة وما يحدث يعني من في الحالة الوبائية في مصر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير عليك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أستاذ أدير، أستاذ أحمد، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير يا فندم. يعني الناس يمكن دلوقتي حاسه بحالة من الهدوء في الإصابات بفيروس كورونا، وعدينا الموجة اللي فاتت بسلام الحمد لله، لكن عايزين يعني حضرتك تكلمهم عن أهمية الحصول على الجرعة الثالثة أو التنشيطية من لقاح كورونا، فايدتها إيه بالنسبة للناس وخصوصا كبار السن واللي موجودين كمان في صف المواجهة الأولى؟ شكرا يا فندم. حضرتك طبعا في حالة من الهدوء الوبائي على مستوى مصر لكن ليس على مستوى العالم. صحيح. أنا بس بربط الاثنين ببعض لأن طبعا الدنيا كلها مفتوحة والمرض جانا أصلا من حتت أخرى يعني. فالشكل الوبائي العالمي، عدد الحالات الوبائية العالمية حاليا لفيروس كورونا بتتراوح بين 1 مليون و2 مليون حالة جديدة. في نشاط في جنوب شرق آسيا، كل البلاد هناك، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين. في نشاط في بعض البلاد الأوروبية. الوضع الوبائي في مصر حاليا مستقر تماما، يعني الحالات قلت جدا. احنا المتوسط اللي بيرصد يوميا رسميا يعني 200-220 حالة. طبعا كنا وصلنا أكثر، قربنا من 2000 في فترة معينة، يمكن في فبراير أو يناير. وتفسير حضرتك لده إيه يا دكتور؟ فده مهم جدا، إن احنا بنقول والمنظمة الصحة العالمية أيضا بتقول إن الوباء مازال موجود. صحيح الحمد لله في حالة انحصار للموجة الخامسة، في عدد الحالات بتقل، وده معناها ان الحالات ما زالت موجوده. هذا صحيح. والحاجه الثانيه المهمه ان برضو بطمن بيها حضراتكم والناس، ان نسب الحالات البسيطه جدا سواء المرصوده في مصر او في العالم تقريبا 99.9%. يعني 1% هو الحالات الشديده. لكن لسه في حالات شديده. احنا كنا في مرحله من المراحل لو تتذكري حضرتك، كان الحالة الشديدة حوالي 15%. صحيح. ما بين شديدة وشديدة جدا. كل ده أصل إلى اللي حضرتك سألتي عليه، هل إحنا محتاجين الاستمرارية في التطعيمات؟ طبعا محتاجين في استمرارية، لأن في ناس لسه ما خدتش الجرعة الثانية. إحنا صحيح لحد النهاردة، لحد امبارح، عدد الجرعات اللي اتخذت في مصر تقريبا حوالي 80 مليون جرعه، 78.5% بالظبط. نعم. لكن في ناس خدت جرعه اولى وفي ناس خدت جرعه ثانيه، وسؤال حضرتك على الجرعه الثالثه. تاثير اللقاح الوقائي او الحمايه منه اللي هي حمايه غير كامله، بمعنى العيان برضه لازم يخد باله ويحتاط، بتنتهي في حدود من 6 لـ8 أو 9 شهور. وانت ما انا قلت لحضرتك والاستاذ احمد الكلام ده قبل كده، فمعنى كده ان طالما هناك متاح والدوله بتسعى لهذا للحمايه للمواطنين، ان احنا ناخد الجرعه الثالثه، يجب الفئات المستهدفه تحصل على الجرعه الثالثه. اللي خدوا الجرعه الثالثه لحد دلوقتي تقريبا حوالي 2.3 مليون. احنا محتاجين عدد اكبر يحصل على الجرعه الثانيه اللي ما خدش، واللي ما خدش الجرعه الثالثه خصوصا الفئات المستهدفه يجب ان ياخدها. نعم. طيب دكتور، واحنا بنتكلم نعم اتفضل يا دكتور. اتفضل يا استاذ احمد. وحضرتك بتتكلم وبتتحدث عن يعني من تلقوا الجرعه الثالثه تحديدا، في بعض يعني الاحاديث المتواتره في بعض الاشخاص اللي اخذوا الجرعه دي بيقولوا ان ليها اعراض جانبيه بتكون اكثر يعني شده الى حد ما من الجرعه الاولى والثانيه، فايه هي الاعراض الجانبيه اللي رصدتوها حتى الان للجرعه الثالثه؟ حضرتك ما فيش حاجه خارج الاطار المعروف او خارج المتوقع بالنسبه لاي جرعه من الجرعات الثلاثه. في بعض الحالات القليله جدا هو اصلا كان في مرحله الكمون او مرحله بنسميها الانكوبيشن بيريود، اللي هي الفتره قبل ما يظهر اعراض، هو اصلا
كان ناوي يجيله بد او ناوي يجيله، مش هو اللي ناوي يعني، هو نعم. هو اصلا يعني الفيروس دخله سواء كورونا او البرد، وبالصدفه خد معاه الجرعه الثالثه. فلما ظهرت الاعراض هو يعتقد، انا بشوف حالات كده وبنتكلم معاهم بالتفصيل، صحيح، هو بيعتقد ان قد تكون الجرعه الثالثه هي اللي جابت له هذه الاعراض. انما بصفه عامه وعلى عده ملايين، انا قلت التكفير دلوقتي ده دخلنا قربنا من 80 مليون جرعه. هو كلام حضرتك صحيح، لان بالمنطق الجرعه الاولى المفروض هي اللي تكون اعراضها اكتر لو هو تحديدا ما جالوش كورونا كمان. بالظبط. فحضرتك احنا الحمد لله كثيرا ما فيش اعراض غير اطار المعروف بالنسبه للاثار الجانبيه لاعطاء اللقاح. يعني الواحد يحس بشويه تكسير، حراره بسيطه جدا نص درجه او اكتر، وجع مكان الحقن، بعض الخمول العام، انما الحمد لله ما فيش يعني رصد لاي حالات شديده او غير متوقعه من احد الجرعات سواء الاولى او الثانيه او الثالثه. الحمد لله. طيب دكتور محمد، حضرتك قلت انه الحاله الوبائيه في مصر الفتره اللي فاتت تتسم بالهدوء، تفسير حضرتك لده ايه؟ ما هو شكلك احنا بنمر بموجات. احنا موجه اولى وثانيه وثالثه. طبعا المتحور الجديد هو ماكرون، طبعا حضرتك سمعتي طبعا على المتحور، متحور المتحور يعني اللي هو ماكرون الجديد. خلي بالك سيادتك دي كلها مسميات لتسهيل تسميه هذا المتحور. انما من الناحيه الطبيه العلميه هي بيحصل تغيرات في شكل الفيروس او شكل الاهداف بتاعته او شكل الاشواك اللي طالعه منه، وبتاخد رقم علمي، لكن عشان تسهيل للناس بنسميه اوميكرون او اوميكرون بلس او اوميكرون اكس اي مثلا. فكل دي متحولات بتحصل. الحاجه المرصوده ان هذا المتحول الجديد اقل عدوانيه، اقل شراسه، قد يكون اكثر اصابات للناس، لكن احنا عدينا الموجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه شبكت في الرابعه. انما حاليا احنا في هذه فتره الهدوء. طبعا كلنا يعني انا وحضرتك وكلنا نتمنى، استاذ احمد نتمنى كلنا ان هي تنتهي ان شاء الله يا رب. انما لازم يبقى عندنا حذر، وانا ربطت هذا في بدايه حديثي بما يحدث عالميا. لان هو عاده الدنيا مفتوحه والناس رايحه جايه وعدد رحلات الطيران في اليوم يعني بالالاف، فحضرتك يجب ان نحتاط. والاحتياط عندنا حاجتين، ان احنا بناخد تطعيمات وتدينا وقايه كلنا، وقايه صحيح. مجتمعيه، وقايه شخصيه، وقايه عائليه. والحاجه الثانيه ان احنا برضه نستمر في بعض اجراءات الاحتراز عشان يعني ما يحصلش انتقال لهذه العدوى. طيب دكتور، وحضرتك بتتكلم عن الحيطه تحديدا، يمكن دلوقتي لو احنا متابعين للسلوك اليومي للمواطن في الشارع وفي يعني المصالح الحكوميه ايضا وغيرها، بنلاقي ان يعني اصبحنا بعاد كل البعد تقريبا يعني عن الاجراءات الاحترازيه، ويمكن نسينا الماسك شويه، يعني قلبنا بيطمن كده لما بنلاقي نسب الاصابه بتبقى اقل. فايه النصيحه اللي حضرتك توجهها للساده المشاهدين دلوقتي؟ شوف سيادتك، انا بقول الفيروسات سواء الكورونا او فيروس الانفلونزا الموسميه لو في حالات موجوده حاليا، او اي واحد بيكح او بيعطس او كده، بيحمل معاه احتماليه انه يعدي الناس التانيين. صحيح. يعديهم باي فيروس، مش ضروري يكون كورونا، ممكن يكون انفلونزا عاديه. نعم. واحنا في مرحله التشابه الشديد جدا بين اعراض الانفلونزا الموسميه واعراض الانفلونزا واعراض المشابه الانفلونزا اللي هي بتاعت الكورونا. نعم. فأنا رأيي إن يعني نستمر في الاحتياط والاحتراز سواء كان هو كورونا أو إنفلونزا عادية. أولاً حماية للشخص المصاب نفسه عشان ما يجيلوش مضاعفات. صحيح. وحماية لزملائه اللي قاعدين معاه في المكتب أو في عمل أو في الأتوبيس أو في وسيلة مواصلات أخرى. فأنا رأيي إن احنا نستمر في وسائل الاحتراز، ويبقى هو ده حضرتك يا أستاذ أحمد يعني نوع من السلوك الاجتماعي الطبيعي، ان احنا نحتاط ونحمي نفسينا ونحمي الاخرين. يبقى اسلوب حياه يا دكتور محمد. للإصابة. يبقى اسلوب حياه يعني. اسلوب حياه يعني. طيب. هو ده اسلوب تقليدي ان احنا نعمل فيه عشان ما يحصلش اي انتشار. وعلى فكره في امراض اخرى مش بس هي الامراض دي. يعني احنا النهارده بنتكلم عن كورونا وموسم الكورونا وانواع الكورونا، لكن هناك امراض اخرى يعني اي التهاب جهاز نفسي
ممكن يبقى مواضي بنفس الطريقه. صحيح. فاسلوب يعني اللي هو يبقى نوع من السلوك الاجتماعي زي ما قلت لحضرتك، او اسلوب حياه، ان احنا نعمل اجراءات وقائيه حتى نحد من انتشار اي مرض. طيب دكتور محمد، دلوقتي الناس اللي لسه ما اخدتش اللقاح خالص علشان تسجل بتاخد وقت قد ايه؟ والله يا فندم عدد مراكز اللقاح اللي موجوده فعلا في مصر 1300 وكذا مركز منتشرين في جميع انحاء الجمهوريه. ومفتوحه وموجوده، مراكز التطعيم موجوده. اللقاح الحمد لله كثيرا برضه متوفر عندنا جدا من جميع الانواع وبكميات وفيره، وما زال في تدفق لهذه اللقاحات. فاي حد هيروح مركز اعطاء اللقاحات بيسجل وبياخد اللقاح. والاماكن موجوده ومتوفره ومعلن عنها. واعتقد انه كمان دلوقتي حتى ما بقاش في انتظار، يعني الناس كتير اتطعمت فالموضوع يمكن بقى اسهل كمان من الاول. امبارح يا فندم عدد اللي راحوا وخدوا اللقاحات حوالي 200 شخص، 250 شخص. احنا كنا في يوم من الايام كنا وصلنا الافات. صحيح. فاذا الاماكن متاحه ومفيش زحام. صحيح. لان الاعداد اللي بتروح طبعا الناس مشغوله برمضان. واللقاح كمان متاح عندنا منه احتياطي، يعني عندنا احتياطي استراتيجي قوي جدا، وبيجي تدفق لهذه اللقاحات وجميع الانواع موجوده. وده طبعا يمكن ميزه كبيره جدا موجوده في مصر، يمكن لا تتوفر لكثير من البلدان. نعم. دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.